مومو الشاب مغربي اللي حلم دائما يكون فنان من النهار اللي غنيت في المدرسه كنت صغير باقي عندي 7 سنين بالراديو حلمت بالاذاعه حلمت بهادشي كندير فيه دابا والحمد لله عايش الحلم ديالي وفرحان بزاف والناس كيرجعوا لي مزيان الناس داكشي كيقول لي عزيزي ينطلق مع الناس وعزيزي يجي يهضر معايا ويتكلموا معايا ويعطوني كاع اي حاجه ملاحظه ولا شي حاجه داكشي اللي كيقول لي عمري في حياتي ما كنت نتصور انه نسمع ديك الهضره ولا شي ولا الناس يهضروا معايا بهذه الطريقه ولا يكونوا كيحبوني كيف ما كيحبوني وانا كنحبهم دابا كنتلاقى مع الناس بحال كنعرفو سهلا بخير صافا بخير الحمد لله كيقولوها في لي كومونتير كيقولوها الناس كيقولوها شان نقول لك الا كان يقول لي انا حامض وغيعجبو لحالو وغيرتاح الله يسهل عليه الا كاع يا حامض ما فهمنيش حيت داكشي اللي قلت ولا الضحك ديالي ما كيعجبوش ما كاين مشكل هذا حنا كنديروا واحد الحرفه اللي الناس كيحكموا عليك الناس كاملين كيحكموا عليك ما تقدرش تعجب الجميع المهم انه تكون كتعجب واحد النسبه مهمه والناس الاخرين اللي ما كتعجبهمش الناس اللي ما كنعجبهمش دابا نتمنى على الله شنو نعجبكم يا ربي حيت صعيب تقول الواحد فاس فاس صعيب نقول لك انت يا فاطمه الزهراء دابا شي حاجه خايبه صعيب نقولها لك فاس فاس خاص الطريقه زوينه باش نقولها لك ما نقدرش ننتقدك ولا نقولك شي انتقاد فاس صعيب يعني كديروا بالتخبيه حنا كنديروا حنايا في حياتنا ديال حنا العمرات كتلاقى مع واحد وكتسلم عليه وتهضر معاه وهذا وكتدور كتقول راه خاينه كتوقع علينا وما كنقول صراحه وما كنقولهاش بطريقه زعما الشريره الشر لا غير قال راه زوات انت صاحبي ما عثمانو بحال هكذا عمر ما شي واحد ما قال لي فاس 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 بحال هكذا ما جاوا عندي الناس انا الملاحظه اللي كتقال لي بزاف كنسمعها بزاف هي ما كانش عندي معاك ولكن دابا ولا عندي معاك وكاين كاع اللي كيكون فخوص ما كيعرفش كيفاش ولا عنده معايا وكنقول زعما انا فرحان اخويا ما كانش عندي معاك شحال هادي ما كنتش كتعجبني دابا ولاتي كتعجبني الحمد لله انا هادشي كنتمنى الحمد لله حيت سبع مرات كيوقع الواحد كيقدر يحكم عليك ما سامعكش ما عرفش كدير كيحكم عليك غير من شي تصويره بانت ليه كيحكم عليك غير من شي فيديو شي مقطع صغير كيحكم عليك غير من شي ارتيكل تكتب عليك وهذاك لو تيتر تشوفها فيه مومو دار انا فعل فهمتي وكيحكم عليك من ديك القضيه ما عارفكش واشنو دونك الواحد خصو ياخذ الوقت باش يعرف معلوم الله يودي كنصوم كنصلي والحمد لله هادي راه عندي واحد القصه مع الصلاه زوينه والله يسمح لي صليت وقطعت حيت كنت كنجمع عليا الصلاه ومن النهار خديت الوسام ما قطعتش الصلاه ما حبش الصلاه حيت هذاك الملاقيه مع سيدنا قلت انا هذه غتكون هي الحمد لله كنصلي وصلى شي حاجه زوينه صلى شي حاجه اللي واعره صلى واحد لا ديسيبلين ديال كل نهار كديرها كتاخذ واحد الوقت ديالك بينك وما بين سيدي ربي وكتركز وكتنسى كاع كل شيء اللي داير بيك وكاع وكتصلي مزيان وتعلمت واحد الحاجه هو انه نصلي مزيان عزيزي نصلي مزيان هي معناها ماشي كتصلي مزيان كتقرا مزيان كنجود القران مزيان عزيزي نجود القران كتحس راسك مزيان هي واحد الحاجه كديرها كل نهار الوقت كيتبدل واحد شويه كل نهار واحد لا ديسبلين زوينه دابا ما بقيتش نقدر نعس الا ما مكملش صلاتي ما نقدرش تلاقيت مع ملك البلاد وعطاني واحد الوسام وهذيك شي حاجه كبيره عندي ما كنتش متوقع كنت كنتسنى ولكن ما كنتش متوقع كنت هذه اي حاجه كنتمنى كنتمنى الوسام وكنتمنى نتلاقى مع سيدنا نتلاقى مع الملك ونتلاقى معاه ونتكلم معاه هذيك الوقيته دازت بالزربه كانت مزروبه تلاقيت مع امير المؤمنين وانا مسلم ومن اركان الاسلام والصلاه ويا ربي تسمح لي كنت كنصلي ونقطع مره وقررت انه خاصني واحد الوقيته صافي خاصك تولي تصلي خاصك ديك الحاجه ديالك بدات ديرها الصلاه ديالك بدات ديرها من ديك النهار وانا فرحان بزاف
لانه وحق الله فرحان بانه الصلاه دابا ولات عندي مهمه. دابا الا جمعت الظهر والعصر كنت تخربق كنحس راسي شي دابا مازال ما صليتش العصر راني مخربق وخصني نصلي العصر فين ما كنت. وهذه تاهي مهمه الا بغيتي تبقى زعما غادي في صلاتك مزيان فين ما كنتي صلي. ما تقولش لا تدخل الدار لا فين ما كنتي شوف الدار بالزربه صلي. والوضوء بعد الوضوء واعر بعد الوضوء الا كنتي عيان كتوضى كتوقد كتصلي صلاتك كتحس براسك بخير مريقل بخير. بعد العشاء افعل ما تشاء افعل ما اشاء اتعشى اكل وانام حيت خصني نفيق الصباح بكري. وفاش كتكون خصك تفيق الصباح بكري تفعل ما تشاء وكما شي ما تشاء. انا عندي الريتم عندي الريتم اختي عندي عندي واحد الريتم عندي خصني نعس بكري. واش كتنعس؟ كنعس بون الايامات وليت كن 12 لا لا ما عنديش حيت عندي نهار طويل كنخدم انا بعد ليميسيون بعد الشو كنخدمو كنوجدو وكنخدم الليل عاوتاني. هي هذيك يلاه كتفرج في شي حاجه في شي مسلسل في شي حاجه تشوف شي حاجه سوغ انترنيت تفرج تشوف تي في تشوف شو واقع وتنعس بكري تدخل المساء ديالك تدخل تنعس بكري بخير باش تفعيت حيت النعاس مهم. فاش كتكون داك الشو الصباح النعاس مهم خاص تكون ناعس مزيان تفيق تفيق ناعس تفيق مزيان. كنفيق مع الخمسة ونص. انا كنفيق كنفيق كنقول غادي نمشي ندير الشو اليوم ليتس جو فور ذا شو ذا شو ماست جو اون. دابا خصنا نديرو الشو كاين المواضيع طلع ما نهضروا عليه الناس غادي يهضروا معايا غنتكلم مع الناس غادي نفيق الناس خصني نفرح الناس. انا من الحوايج اللي عزاز عليا في الحياه هي عزيزي نفرح الناس نضحك الواحد. كنت عطيت واحد الوعد وواحد العهد ما بيني وبين راسي ما كنقدرش نحترمه دائما حيت صعيب وانه كنت كنقول قلت على انه ان شاء الله اي واحد تلاقيت معاه غادي نخطف ليه واحد الضحيكه غادي نعاود ليه شي حاجه. اي واحد تلاقيت معاه في الزنقه اي واحد كنعرفو ما كنعرفوش نقول ليه شي حاجه زوينه نقول ليه شي كلمه زوينه نفرحو. هذه اللي كتفرحني نشوف الناس فرحانين ونفرحهم ويكونوا فرحانين. انا يا عمري ما مشيت من عمري ما خرجت من المغرب. انا بديت سلاله من بعد الباك الحاجه كنت باغي ندير هي الراديو ما كنت باغي ندير حتى شي حاجه. بدات واحد الشويه ديال لافاك شويه ديكونومي شويه ليتيراتور انجليز الكشكول ديال لافاك. من بعد بديت كندير الانيماسيون تنشيط ديال كلشي تنشيط ديال عيد ميلاد تنشيط ديال السوبر مارشي. سيداتي انساتي سادتي مرحبا بكم في متجركم المفضل سترنت لان. ما تنساوش على انه في رواق الجزاره كيلو ديال اللحم بكري ب 54 درهم عوض 56 درهم. و الا كانت التذكره ديالكم فيها 80 درهم ما تنساوش ديروها في الصندوقه اللي كاينه من بعد لاكيس قيدوا سميتكم وكنيتكم ونمره التليفون وكل نهار ربحكم حولي. كنا كنديروا هذه في العيد الكبير بديت هكذا دقه دقه. ومن بعد راديو دوزيام اتصلت بهم كان واحد السيد سميتو مارك شيغيغ المسؤول على الراديو اللي تلاقيت معاه واللي تعاون معايا بزاف اللي دخلت عنده بواحد السي في فيه واحد سبعه الاوراق زعما وكانت فيه انيماسيون مرجان انيماسيون لا بيل في انيماسيون انيفيرسير كرماس هذا ويقول لي قال لي واحد زعما حنا راه ماشي سوبر مارشي راه دوزيام هادي. وانا نقول ليه هذه هي الجمله ديال اللي بدات اللي بديت بها المسيره ديالي في الراديو. قلت ليه انا نقول لك حاجه وحده الله يخليك وانه الحاجه الوحيده نقول لك وانه الحلم ديالي في الحياه هو انه نكون انيماتور راديو. ويقول لي صافي فهمت واخا نجي نديرو نجربو. جربنا ما درتش انيماسيون انا في راديو دوزيام بقيت تكنيسيان تعلمت الراديو. 2006 جات لا ليبراسيون دي زوند جاو الاذاعات الخاصه بعد ما الملك قرر انه يعطي الراديوات الخاصه يبداو. جيت ايت راديو 2006 دابا حنا في 2018 12 عام بحال البارح ست عينيك حل عينيك 12 عام. لا ما كانش عندي لا عمرها ما كانت عندي لا عمرها كانت عندك اعاقه؟ لا انا عندي اختي عندها اعاقه. اختي اللي عايشه مع امي عندها سليمه غادي يعجبها الحال بزاف حيت كنهضر على هذا.
عندها اعاقه وعايشه مع امي. لا انا ما كاينش اعاقه انايا، ولكن واحد القضيه، الناس كاملين عندهم شي اعاقه. شي صراحه جيت تخمم مزيان، حنا كاملين كاين واحد الحاجه اللي ما كنقدروش نديروها، اللي ما كنعرفوش نديروها. يعني خلاصه القول انه حنا كاملين عندنا اعاقه. حنا انايا انا عندي واحد الاعاقه، هو انه كنبغي كلشي يكون مزيان، خاص كلشي يكون مقاد، خاص كلشي يكون وادك، خاص كلشي يكون هادي كت ما يمكنش ديرها دائما، ما تمكنش دائما تكون كلشي وادك، كلشي بيرفكسيونيزم. فهمتي؟ حتى عادي هذا خاصك تكون مزيان، كلشي خاصك تكون مزيان. الشو ديال اليوم خاصو يكون بحال الشو ديال البارح، بحال الشو ديال غدا، كلشي خاصو يكون مزيان، خاص تكون هناك الناس يكونوا بخير. على شويه صعيبه هي خايبه. سليمه عندها 40 عام، اختي كبيره، هذه اختي الكبيره على راسي وعيني. كندير مجهدي والله يقدرني. انا كندعي دائما سيدي ربي، كنقول يا ربي تقدرني باش امي واختي ما تخصهم حتى شي حاجه. انا كل نهار كنهضر مع امي في التليفون كل نهار، اخر سؤال كنسولها دائما واش خاصكم شي حاجه. دائما خصني لا بد ما يكون ما تخصهم حتى شي حاجه، والو ما تخصهم، وما يخصهم والو. شي نبيع لساني باش ما تخصهم حتى شي حاجه. على راسي وعيني، انا علاقه زوينه الحمد لله. هي ما عندهاش، كتهضر عادي، كتكلم عادي، عندها اعاقه في رجليها، عندها واحد، عندها صباط سبيسيال ديالها هي. اي لا مزوجاش، لا مزوجاش. مما الحمد لله ما خاصها حتى شي خير، كل شيء بخير وعلى خير، والله يقدرني. كنقول انايا شوف، بيني وبين سيدي ربي كنقول زعما الله اعلم، رزق بيد الله، ولكن زعما غير عطيني غير باش نتهلا فيهم، باش يكونوا هما بخير، نحيد مني انا ونخلي لهم هما، باش ما تخصهم حتى شي حاجه، باش يكونوا مهم جدا. الطلاق فاش كنخمم فيه كنقول انه ما كاينش شي واحد كيتزوج باش يطلق. كيقدروا يوقعوا شي مشاكل. الفرق ما بين علاقه مع شي بنت مصاحب معاها وكتزوج بها، وانه العائلات كيدخلوا. يعني كاين كتدخل كتولي عائله، كتولي هذيك السيده من العائله ديالك وانت من العائله ديالها. ما كاين كيوقعوا انهم الناس ما كيتفاهموش فاش كيسكنوا بعضياتهم، فاش كي ما كيتفاهموش. هذا الشيء اللي وقع، ولد الجليدات. انا ما كرهتش ما نطلقش، ولكن هادشي اللي وقع. لا ما ندمتش، ما ندمت حتى شي حاجه، لا على الطلاق لا على الزواج. هو الطلاق اللي سعي فيه، وانا كيبقى واحد بحال شي حاجه ما كتصدقش، يعني كيبقى فيك الحال، حيت كتقول بغيت انايا نكملو ونديرو. ما كتبش الحمد لله، دابا عندي علاقه واعره مع مراتي، كنتزوج بها بخير، الوليدات. مع مراتك ولا مع طريقتي؟ مع طريقتي، مع مراتي كنتزوج بها، مع طريقتي علاقه مزيانه، الوليدات، المسائل، ما خاصهم حتى شي حاجه، داكشي كلشي ديالهم راه كاين، راه كيوصلهم كلشي بخير. إيه وانا فرحان بالعكس، علاش الوليدات كنتلاقى معاهم، كندوز معاهم وقيته. دابا عاد بديت كنكتشف الدراري الصغار. واو شحال عندهم ديال دابا؟ عندهم 50 40 سنين، 5-4 سكور د الفوت، ومن بعد يولي سكور د الباسكيت. لا احنا فاهمين انا وياها، كنشوفها فكما بغيت، كنكون عيط لها نتلاقاو، تجيبو ليا، يجيو عندي، يجيو عند امي. زعما كنتلاقاو، ما عندناش، قلت لك فاهمين، راني غنجي اليوم في هذاك، غنكون في كازا، نتلاقاو هنا، جيب لي الدراري، ما كاين مشكل. كندوزو وقيته مجموعين باش يكونوا هما تاهم مجموعين. العيد ميلاد ديالهم، عيد ميلاد ديالهم بجوج داز، حيت هما مقاربين، داز بجوج، دوزنا وقيته زوينه، عشيه بخير. داكشي اللي عاطيهم القانون مزيان، ما خاصهم حتى شي حاجه، كلشي هو هذاك. داكشي انا داكشي اللي خرج ليا القانون، ما غنقولش شحال، ولكن لا ما نقولش شحال، ما نقولش شحال، حيت شي حاجه كتخصهم حتى هما، كتخص الطريقه ديالي. داكشي زعما بخير، وما شوف ما قلت والو، ما ناقشت، ما داك واخا سيدي بغيتو هادي، ما كاين حتى مشكل، ما ناقشت، ما قلت لا راه بزاف لا والو، ما كاين حتى مشكل.
قلت لك تقريبا جوج، حيت لقيتها قسنا قلنا العيشه ولات صعيبه، يعني قسنا بجوج بعقلنا. هذا الحاجه الطبيعيه زعما انايا معروف شعبي، الناس كيعرفوني، البنات هذا المسائل راني خنت، لا هادشي ما كانش، ما كانش هادشي كاع. واحد لقيتها العيشه ولات صعيبه، قررنا جلسنا قلنا دابا غادي نادا دي نادا، ما كاينش والو. شكون هادو اللي كيقولوا هاد الهضره هادي؟ هادو راه حتى تالفين، هادو دايخين. هاد الكلمه ديال كيليميني اللي جايه من كيليمينيون ما متفقش معاها. العكس ديال الكلمه هادي توما متفقش معاه. تفرق الناس بجوج كلمات. المظاهر تقرا واحد يبان لك، يقدر يبان لك زعما الكلمه اللي ما كنبغيش نستعملها انا كاع، ما كنامنش بهاد الكلمات. داكشي ما كنامن بجوج، راه كاين بزاف الحالات. كاين اللي تزاد في عائله ميسوره وباه قال لي شوف هاد الفلوس اللي درت انا والله خديتش منهم الريال، خرج شمر على كتافك سير خدم. كاين اللي تزاد في عائله ميسوره وقال لي شوف انت يا غار ريح مع راسك كنعطيك اللي بغيتي. كاين اللي تزاد في عائله فقيره ولا متوسطه وخدم وضرب تماره ووصل واحد النيفو مزيان. كاين اللي باقي عايش في بزاف الحالات ما نقدروش. انا جاي من عائله كبرنا حنايا ما عندناش وما خصناش، متوسطه فهمتي، كابرين عادي. دزت واحد الفتره دزنا بها اللي كانت صعيبه، اللي كنا بعنا دارنا في كازا، مشينا رحلنا لمراكش، فتره صعيبه بزاف. انايا مع 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 امي ومع با الله يرحمه ومع اختي ومع خويا عشنا واحد الفتره اللي كنا عايشين في بيت صحيح حسن حدا الدار الحمراء، يعني دوزت كل شيء. دوزنا لقيتها صعيبه. هذيك الاوقات لقيتها صعيبه شنو كتعلمك بزاف حوايج. هذيك لقيتها صعيبه مزيانه حيت كتعلمك لانه هي لقيتها ديال التضامن، ديال الصبر، ديال باش ما كان، ديال هادشي اللي عطى الله الحمد لله على كل حال. دابا التضامن، دابا حنا عائله. هادي كيفاش كتحس بالعائله، كتحس بالناس قراب. ومن بعد الحمد لله بقينا غادي بشويه بشويه وتقادينا رقعنا خويا انايا تعاوننا، بقينا غادي بشويه بشويه درنا دويره من بعد سكننا فيها والحمد لله. سيدي ربي سهل الامور كما قلت لك قبيله، انايا زعما قلت لك انا كندعي سيدي ربي كنقول ليه غير رزقني باش نتهلا في عائلتي وفي امي واختي، خصوصا امي واختي، حيت انا هذوك انا مكلف بهم، انا الراجل ديالهم هو انايا. سولو كعيش بوحدي، كعيش بوحدي. مرة امي كتجي عندي واختي كيجلسوا معايا. انايا شويه عزيزي نكون ندوز وقت بوحدي، نكون بوحدي فهمتي، كيعيش اوقات نكون بوحدي، ندوز اوقات بوحدي، ندير داكشي ديالي بوحدي انايا وحداني. عزيزي نكون بوحدي، خاصني عزيزي ديك الاوقات نكون بوحدي، نخمم بوحدي، نبقى بوحدي فهمتي، نكون زعما ندوز وقت، ندير داكشي كنتستونا مع راسي. ممكن عاود نتزوج ان شاء الله، ممكن عاود حياتي ان شاء الله، كلشي ممكن. ماشي حيت طلقت ما غنعاودش نتزوج، نقدر عاود نتزوج، نعاود نجرب عاوتاني. الواحد ملي كيطلق كيتعلم شي حوايج، كيتعلم شي حوايج، كتفهم شي حوايج. الواحد يحاول ما يعاودش نفس الاخطاء، حيت انا درت اخطاء، خطأت شي حوايج. انا الخطا اللي كندير هو هنا، واش نقول لك شنو هو، انه انايا كنخدم بزاف. خدمتي شغله ليا حياتي وكتدخل حتى في حياتي الشخصيه. صعيب انه حياتك الشخصيه خصوصا كتكون خدام شي خدمه اللي انت عادي شنو عادي واحد الشباب مرات كيوقع لي انايا، كنكون جالس مع شي واحد ياك ولا كنكون جالس مع الناس كيهضروا هنا من هنا، واحد الوقيته غتشوفني دير بحال هكذا، مشيت في خدمه، غداش غندير، غادي نصور فيديو، عطوني اقترحوا لي شي فيلم واش غندير فيه، سبيكتاكل توحشتو خصني نطلع سوغ سين. دوك هذا هو الخطا اللي درت، هذا هو الاخطاء اللي درت، انه خدمه 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 خدمه. كتكون بحال هكذا الحياه الشخصيه ديالك ما كتكلفش بها، صعيب ديرها ديك نص، صعيب ديرها
حتى داك الستريس اللي كتكون فيه كاين ستريس كاين ستريس وكتكون دوز نهار وكتدخل ما عندكش الخاطر الخاطر ما كيبقاش عندك هادو من الاخطاء اللي درت هادو من الاخطاء اللي كنحاول دابا انا مع راسي دابا نصلحهم مع راسي انما كولادا انما انا تلاقيت مع انما تلاقيت معاها تلاقينا شحال هذه في المغرب تلاقينا كانت تلاقينا في مراكش غير تسلمنا تلاقينا تلاقات كانت هي مع واحد البنت تلاقينا بالزربه تقدم لي واحد صاحبي تلاقينا صافا لاباس بخير صافي تلاقينا هي هذيك وبقينا كنهضروا مره كل 3 شهور ولا شهرين صافا لاباس بخير ما كنتش كنهضر سبانيو ديك الساعه اي واحد النهار طلبت منها لانه تصح معايا داكشي ديال الليستي داكشي ديال الكولاج داكشي ديال المدرسه تلاقينا وتفاهمنا وهضرنا امي هكذا انا زعما بغيت قلت لها نتعرف عليك اكثر زعما ديريكت فاس بغيت نتعرف عليك اكثر بغيت عجبتيني وقلت لها ما قلتهاش لها قلت لها غير بغيت نتعرف عليك اكثر واه فوالا بغيت نتعرف عليك حيت جيتيني زعما مستونية تلاقينا تفاهمنا الحمد لله تلاقينا في المغرب ارتاحينا هضرت معها ارتاحيت معها وصافي وبارك عليكم لا شوف وخمسة وخميس وعلى حاسود فيها عود معلوم العين كاينه معلوم كنخاف من العين معلوم العين لا يقوسوا علينا يقوسوا لا 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 المعلومة هادشي كاين هادشي درتها مرة الأولى غنعاود عاوتاني ها الأخطاء اللي ها الأخطاء اللي كنهضر عليهم لا المعقول لا المعقول على قد المعقول أنا ما كنضحكش على البنات أنا كنحضي بزاف مع هاد القضية هادي حيت اللي كضحك على البنات عاقبته خايبة ما كنضحكش أنا مع البنات كنتفلاش عليهم ما كنوعدهمش شي حاجة وما نديرهاش ولا نقول غادي ولا لا لا انا الحرفه ديالي والمهنه ديالي والفن ديالي خصني لا ستابيليتي خصني علاقه تكون ستابل انا ما كنكذبش ما كننافق ما كنغمق ما كنقولب ما كنوارد ماشي متعدد العلاقات لا لا علاش ما كان انا بعد هاد القضيه هادي انا كنخمم فيها بزاف حيت كنسمعوا رجال اللي كيديروا اللي كيعرف عندهم مزوجين وعنده صاحبته هذه وصاحبته الاخرى انا كل صباح كندير مشو تيست في الشو كنشوف واش كيوقع ما نقدرش عرفتي علاش حيت نتخيل غير بالزربه لانه انا هذاك اللي معاه هذيك الانسان اللي معاها حتى هي دير نفس الحاجه كيفاش غتحس براسك انت ما بغيتش داك الاحساس الخايب ليا ما نبغيش الاخر خصني نحترم الاحساس الاخر خصني نخمم الاخر خصني نضرب لك الحساب ما نبغيكش انايا تحسي براسك ولا نكذب عليك ولا نقول انا نغمق عليك ولا نبقى نتقولب ولا نو ما شي واحد قضيه كنقول انا نقول واحد الجمله كنقولها لها كنقول لها خنتك غادي نخون راسي ما نقدرش نخون راسي عمركم ما تشوفوني ان شاء الله لا تحرش لا فيديو لا تصويره لا والو هذيك التصويره هي بالنسبه لها هي درتها في انستغرام هذه عام درتها حيت بالنسبه لها عادي بالنسبه لهم هما في الثقافه ديالهم عادي بالنسبه لهم لانه فوالا زعما في سان فالونتا حطها حتى هي زعما بوسه ما راه بوسه زعما ماشي البوسه درتو لا بلون كنتو على الاسبانيول معلوم حيت خاص الهضره خاصنا نتواصلوا خاصنا نهضروا حتى هي تعلمت شويه الدارجه خاصنا نهضروا خاصنا نتكلموا خاصنا معلوم دابا اللي وقع لي هو انه كنت مره كنكون معاها وكنكون تماك وكنسمع الناس كيهضروا وحنا جالسين الناس كيهضروا كرا كفيك بارك الله فيك غير فيك غير كيا فيك ماشي هما كيهضروا بالجد اي كفيك بارك غير فينا وانا كنقول كنهضروا قلم دوري الى الصمت دوك خاصني نتعلم وتعلمت هم تخبيه فهمتي تعلمت باش نشوف اش كيقولوا باش نفهم اش كيقولوا ها شنو هو ما قلتيش
لا كنت تعلمت تخبي، كنت تعلم واحد لابليكاسيون تعلمت بها، ومن بعد قوت ما كنسمع وقوت ما كنهضر تعلمت تعلمت الاسبانيول. هو صراحه احسن طريقه لتعلم اللغات هي الحب. لا ميخور مانيرا بار ابريندير اي سي لامور. ذا لا ميور فاصون دابروندر اون لونغ اي لامور. انا كنت معاه قلت هاد الهضره هذه، قلت ليه الناس غادي يقولوا انت صاحبي وحنا مصاحبين وغادي، قلت ليه غادي نفكوا هادشي من التقلوله. قلت ليه انت درتي وانت درتي وفعلتي. قلتها ليه، مراته عيطات اتصلات، هي اللي بغات تعيط، هو قال لي راه مراتي بغات تدوز معنا، وقال داكشي اللي قالته راه كاين موجود، بغيت تسمع راه موجود كاين، لانه هو دافعت على راجلها. مراه واعره، لانه المراه كتوقف معاك فوق الشده، وقفات معايا فوق الشده. ما بغيتش ندخل معاه في التفاصيل ديال واش دار ما درتيش ما درتيش، حيت انا ماشي قاضي، انا ما كنحكمش على هادشي. مراته هضرات تكلمات، قالت صافي هادشي انا راجلي راه راجلي، دابا نتوما بعربيه زعما ما تسخكمش يدير زافي دار ولا ما دارش، انا راه واقفه معاه ورانا حنا بخير وعلى خير. على حسب لي زوديو اللي سمعت، على حسب الهضره اللي سمعت، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. هو عطى واحد التفسير واحد اخر، ما فسرش، هو ما بغاش يفسر، ما بغاش يدخل التفاصيل ديال شنو وقع، الله اعلم. مي الهضره اللي تسمعات ولي زوديو اللي تسمعوا داكشي اللي تسمع، الله يخرجنا من دار عيب بلعيب. انا بو 20 كنشوف لي زارتيك خارجين، بزاف لي زارتيك خارجين. شفت الانترفيو ديالك انت مع هذيك الصحفيه اللي وقع لها معها مشكل، الله يخرجنا من دار عيب بلعيب يا ربي. ما نقدر نقول والو دابا، الامور ما بين ما متبع ما تبعتش مزيان، ما تبعتش مزيان. انا نقول لك واحد القضيه، انايا هاد المسائل بحال هادو ما كنتبعهمش مزيان، كيعجبنيش ندخل ونقلب، حيت هذيك المسائل واخا دابا خرجات وكيهضروا عليها، ومسائل اللي هي ولات دابا عامه حيت كلشي كيقراها، ولي زارتيكل والفيديوهات، ودابا البنات اللي كيهضروا كتبقى مسائل شخصيه. دونك شنو وقع، كيفاش، الاسباب، شكون اللي يعرف، والناس اللي حضروا في داكشي اللي حاضرين. والقضيه دابا ما بين اليدين ديال اي ديال القضاء، والقضاه غيديروا الخدمه ديالهم، والقانون غيدير الخدمه ديالو. حيت فهاد المسائل هادو بعمرات كيوقع كتبقى تقوى الهضره بزاف، تقوى الهضره وكيبقاو يخرجوا شي حوايج. داكشي انا ما كندخلش فهادشي، علاش؟ حيت ما كتبقاش تعرف الصحيح من الخطا، والله يخرجنا من دار عيب بلعيب. كاين بنات وكاين رجال، كاين راجل وكاين بنت، كاين مراه وكاين راجل، كلشي ممكن، ماشي قايت ميريكان ولا فين. دابا غير واحد الحاجه، دابا هادشي في المغرب ولا كيتعرف، قبل ما كانش كيتعرف، دابا ولا كيتعرف بكم نتوما بالصحافه، بدا كيتعرف الناس كيعرفوا شي حوايج. من واحد الناحيه خاص الواحد يحضي، حيت كما قلت لك كاين شي هضره كتكون ماشي بالصح، هذه كتكون الفرصه فاش كيوقع شي مشكل بحال هذا. شي واحد كيتقول الهضره وكلشي كيبدا يهضر، كاين اللي كيكتب، انت راك عارفه في الدومين، كاين بعض اللي كيكتب اي حاجه كيتخيلها ولا اي حاجه كيسمعها. داكشي ما كنبغيش ندخل في التفاصيل، ما كنهضرش على شي في الشو ديالي، ما كنهضرش عليه، حيت خاص داكشي ما بين في القضاء واحد الحاجه عاوتاني خاص تخلي داكشي غادي، داكشي حتى نعرفوا النتيجه اش غادي يوقع في الاخر، والله يصوب الامور جميع ان شاء الله. فاش غتكون شي حاجه معقول ان شاء الله غادي تسلم. معلوم كنتكلموا على الاسلام، معلوم كنتكلموا على الاسلام، كنتكلموا على الاسلام، على هادشي من الاسباب اللي جعلتني انه نتعلم اللغه الاسبانيه، وانه كنت كنتلاقى مع ناس تماك وعندهم واحد ليماج غريبه جدا. حيت علاش؟ حيت هما اش كيشوفوا تماك؟ كيشوفوا الارهاب، كيلصقوه مع الاسلام، والاسلام ماشي هو الارهاب، ماشي هو هذاك. من الاسباب اللي تعلمت بها الاسبانيه باش نقدر ندافع على الاسلام، باش نقدر نشرح، وفاش كتشرح وفاش كتفسر وفاش كتعاود وفاش كتشرح لهم الاسلام شنو هو وكيفاش علاش كيفهموا، خاصو هذا الشرح. المهم انا كمسلم كمغربي نشرح بلادي كيفاش دايره، نشرح المغرب كيفاش داير، نشرح الثقافه ديالنا كيفاش دايره. حيت كاين، حيت فاش ما كتمشيش للبلاصه، فاش ما كتشوفش الناس، فاش ما كتلاقاش مع الناس، كتبقى غير هضره كتسمعها نتايا، بحال الهضره اللي كنسمعوا ديال اوا السبلونيين راه دايرين بحال هكذا، ولا لا الامريكانيين بحال هكذا، ولا المغاربه دايرين بحال هكذا. ما كايناش القضيه هادي، كاين واحد البلاد، كاين واحد الشعب، وكاين الناس مختلفين على حسب التربيه، على حسب حوايج اخرى. خدام شي خدمه باش نتهلا في مي اختي، وخدام شي خدمه باش نديباني،
وباقي كنحاول نولي مذيع. قضيه مهمه بعدا نقول واحد القضيه، انا ما كنديرش ما كنخدمش في راديو، ما كنديرش السبيكتاكل والشو وداكشي على قبل باش نولي مشهور، ما كنمشي على قبل التصاور كندير هادشي، ماشي على قبل، لا ماشي على قبل هادشي، كندير واحد كيعجبني كنرتاح فيه وحيت كنفرح الناس وانا عزيز عليا نفرح الناس. وما باقي نعتزل بحال الكويريا زعما، نعتزل بحال داكشي ديال زعما اعتزل اعتزل مومو ميدان الاذاعي بعد مرور 20 سنه من مسيرتي الفنيه، ولا ما كنخممش في الاعتزال. شي حاجه كبيره، شي حاجه واعره. انا فرحان لانه نكون مبلي بنفس الرياضه اللي عزيز على مضي رشيد. كنتلاقى معاه مره كنسلم عليه، كنفرح نتلاقى معاه. كنشكرو حيت هاد الرياضه زوينه، حيت مضي رشيد من الناس اللي باغين هاد الرياضه الناس يجوا لها، الناس يكتشفوها يجيو. راه ماشي رياضه ديال الناس اللي فيهم عياقه، راه ماشي رياضه ديال الناس، راه كاين الناس على قد الحال. هنا خدامين هنا قريب من عين حلوف كاين الناس، هنا كاين من لي شامبيون ماروكان اغلبيه فيهم جايين من هنا بسطاء، فهمتي؟ هذوك الناس دراري كانوا في عين حلوف ووالديهم خدامين هنايا، خدامين في دار السلام، وكانوا كيهزوا الكواري كيديهم الكواري كيديو لهم الكواري، وهذوك الاولاد كانوا كيلعبوا، مشاو عند حداد ودبروا على حديده ياك، ودبروا هذيك حديده وبداو كيلعبوا وبداو كيضربوا كره، والديهم كيعاودوا لهم على الجولف كيفاش. ومولاي رشيد حنا شاف الكره تماك كيفاش الكره هذه وشرحوا ليه، وجاب هذوك الدراري كاملين والاغلبيه فيهم كيكونوا هنايا دي الشامبيون المغرب دابا كيكونوا هنايا، وجاو وتعلموا وكيدخلوا هنايا وبدا وحياتهم تبدلات. ما تكلمناش بزاف لهذ الدرجه هذه، كنا تلاقينا في التروفي حسن 2 حيت كنت لعبت انايا جائزه الحسن الثانيه العام اللي فات، تلاقينا قلت انا يلاه كملت حيت كاين كيلعب الصباح كاين كيلعب العشيه، وتلاقينا وقلت ليه بون شونس، وقال لي بون شونس كيفاش لعبتي كيفاش دازت امور وصعيب التروفي حسن 2